جيل كامل ما خدنا قدوة له. الجيل الصغير لما يتابع شخص ويحبه راح يقلد حركاته ويقلد لبسه ويقلد الأماكن اللي بروح عليها وشو بيسوي وشو بيعمل. نفتخر بعاداتنا وتقاليدنا وبديننا وبلغتنا العربية. هذا الاشي لازم نروجه بين الجيل اللي بتابعنا وما خدنا قدوة في حياته، مش نروج للشغلات الهابطة والشغلات اللي بتدمر الجيل للأسف و بتخرب الجيل. وفعليا يعني اللي عنده أطفال أولاد أو بنات في عمر صغير وبتابع شخص معين بيشوف قديش هو بيحب هذا المشهور اللي بتابعه أو المؤثر اللي بتابعه، فهذا الإشي بمنعني أني أنا لا سمح الله أني أقدم محتوى سيء، بخليني دائما أفكر كيف أكون إيجابي في المجتمع، كيف أكون هادف بالمجتمع، كيف أساعد المجتمع، كيف أساعد بلدي، كيف أكون شخص قوي اللي بتابعني ما خدني قدوة أكون على قد هاي المسؤولية. وشكرا.